السلام عليكم البنات، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير ان شاء الله. اليوم جبت لكم وصفه زوينه بزاف للقدمين، ما نساوهمش حتى هما، خصوصا بالنسبه للعرايسات اللي غادي يمدوش اليوم باش يتحناو ان شاء الله. الله يكمل عليهم بالخير، ان شاء الله يكونوا رجلات زوينين وبحال ديال الوليدات الصغار، حمرين وزوينين وكلشي يمكن يستعملها. هاد الوصفه غادي نحتاجو صابون البلدي، كمية اللي غادي تقدر لينا، عكار الفاسي، والفلفل الاحمر. هادو هما المكونات اللي غنحتاجو، مكونات بسيطة وسهلة ولكن كتعطي نتيجة زوينة بزاف. وكنتمنى انكم ما تنساونيش ملي يجي والبارطاج اللي عجبتكم الوصفة، وتأكدتوا باللي راها زوينة ورائعة جدا. ونبداو على بركة الله، بسم الله وتوكلنا على الله. غادي ناخدو صابون البلدي، قلت كمية اللي غادي تقدك لرجليك. غادي نزيدو عليه معلقة ديال التحميرة او الفلفل الاحمر، ونصف ملعقة ديال العكر الفاسي، وغادي نخدموهم مزيان، نخدموهم جيدا حتى يندمجوا مع بعضياتهم. هذا هو الخليط اللي حصلنا عليه كما كتشوفوا، بحال كريم، بحال اون كريم زوين بزاف بزاف بزاف. غادي ندهنوه في رجيلاتكم وديروا عليه السلوفان وتخليوه لمده، وتلبسوا التقيشرات وتخليوه لمده نصف ساعه. نعاود نقول لكم، غادي تدهنوا فرجيلاتكم، ديروا السلوفان وتلبسوا التقيشرات وتخليوه لمده نصف ساعه. من بعد غادي تلقاو رجيلاتكم زوينين بزاف وحميمرين بحال ديال الوليدات. ولا عجبتكم الوصفه ما تنساو الجيم والبارطاج باش يوصل يوصلكم الجديد. والى اللقاء في وصفه اخرى ان شاء الله.